السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. اليوم إن شاء الله تعالى قررت أنني نقدم لكم وصفة طلبوها مني بعض صديقات القناة، وهي تشيز كيك بالكنافة. كتجي قمة في الروعة. بدون الإطالة إليكم المقادير. اهلا وسهلا بجميع مشاهدي قناة دار البنا. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب وتركوا لنا تعليقات، فارائكم تهمنا. الى اول مرة كتدخل القناة اضغط على زر الاشتراك وعلى زر الجرس باش يوصلك كل جديد. بسم الله على بركة الله نبدأ بالمقادير. عندنا 4 العلب ديال البسكوي، 250 غرام ديال الكنافة مطحونة، 12 قطعة الجبن أبيض مثلث، 160 غرام سكر خشن سنيدة، 120 غرام حليب مجفف، شوية ديال الملح، 50 غرام سكر خشن سنيدة، 2 ياغورت بدون سكر، 100 غرام زبدة دائبة، 20 غرام ما بين زيت وزبدة، ملعقتان عسل. بسم الله على بركة الله نبدأ. ناخذ البسكوي نطحنوه. أنا درت صابلي بالكوك. اي نوعيه ديال البسكوي ديروها ديروها، اي نوعيه ديال البسكوي بغيتو ديروها ديروها. من بعد كنزيدو عليها الزبده وكنضيفو على واحد 2 معالق ديال العسل وكنخلطو جميع العناصر. من بعد كناخدو المول، اي مول عندكم. انا خديت هذا المربع. صافي كنسرحو داك البسكوي ديالنا مزيان. نحاولو نسرحوه مزيان. بالنسبة للعسل اللي ضفت البسكوي هو كيخليها مي كطيب ما كتفرتتش. بعد كناخدو الإناء وكنضيفو عليه ياغورت بدون سكر. كنضيفو عليه السنيدة. من بعد كنضيفو عليه الجبن المربع. من بعد كنضيفو عليه الحليب المجفف. نطحنوه بالخلاط الكهربائي. من بعد كنضيفو واحد شويه الملحه. نحاولو نطحنوهم مزيان حتى داك الجبن ديالنا يكون طحن مزيان. من بعد كناخذو اللاطه اللي غندخلو الفرن، كنضيفو على ديك الكريمه ديالنا، كنسرحو في جميع الجوانب. من بعد ندخلوها الفرن. انت كنحسو بها غير شفات لينا من الفوق عاد نجبدوها. ناخذ الكنافه نضيفو عليها السنيده واحد 50 غرام، نضيفو عليها الزيت كاس ما بين زيت وزبده ونخلطوها مزيان حتى كندخلو فيها ديك الزبده مزيان. الكنافه طحنتها.
من بعد ما خرجتها من الفرن، الفرن يكون شاعل غير من الفوق، حتى كتنشفني حتى كنحطو عليها صبعنا كنلقاها نشفات، عاد كنضيفو على ديك الكنافه من الفوق. صافي، من بعد ما درت الكنافه فوق من هذيك الكريمه ديالنا كنسرحوها مزيان وكندخلوها للفرن على درجه الحراره 180 تقريبا، واحد 35 حتى 40 دقيقه حتى كنحسوا بها تحمرات لينا من الفوق. من بعد ما خرجتها من الفرن هذا هو الشكل النهائي ديالها. يستحسن تخليوها في الاطار ديالها تتبرد باش ما تفرتتش ليكم. كنسقيوها بالعسل حتى كنسقيوها كامله. ونزوقها باللوزيفيلي. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وبالصحة والراحة. اهلا وسهلا بجميع مشاهدي قناه دار البنا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتركوا لنا تعليقات، فاراءكم تهمنا. الى اول مره كتدخل القناه ضغط على زر الاشتراك وعلى زر الجرس باش يوصلك كل جديد.